حلت عينيا في تونس المدينة، نلقى أثنية طويلة حمرا وبيضا، نلقى روحي في كل ثنية معاها. شوفونا هذه الناس السيئة وخاطر عاونا بالكدير جاب معانا البارح قف معانا عاونا دزنا مدالي ونشكر الجمهور. تعبنا ياسر عام كامل نخدموا حتى شيء، كان شامبيونا هذه اللي خدمنا عليه لقيناه الحمد لله يا ربي. والله تعبنا بالكدا سنه والله. من شكون جمهور النادي الافريقي اللي وراكم حتى في الكاتيجوري دي جون اكثر جمهور ديما موجود؟ النادي الافريقي يحب كان التتويجات، يحب كان الانتصارات، ان شاء الله ان شاء الله السنيور يولي اكي يا ربي ان شاء الله، ونوعدوهم احسن ديما احسن. من الاول عرفنا كيف وقفنا البلوك ام سي امريكا، الجوارات تحطوا في قلوبهم. البارح جانا تسليم الرياح للوتيل زاد عطانا موتيفاسيون اكثر، والله هاك شفت يعني القلب يحضر الفيكتوار جي الحمد لله الشامبيونا هذا الكل بفضل الستاف وفضل المسؤولين اللي عندنا. زياد ديما يظل وراء الكاتيجوري لي جون، ديما انت الموديل نتاعهم ديما تعمل فيه يودي يشبكش تربينا في الكلوب اليوم يظهر لي مباراه صعيبه ولكن انتصار نجم نقولوا حلو برشا خاصه ضد الترجي الرياض. اي كاو يا خويا كونتر شكون؟ كونتر الترجي ان شاء الله ديما هكا ودوز ديما كونتر الترجي كاو. وش قول لهم جواريتنا الصغار هذا؟ ان شاء الله ربي معاهم وربي مع الرحيم خاصه. هو ذي مفتوح زاد معاهم. اي شنو رايك اليوم مباراة يظهر لي كانت صعيبة شوية ولكن رغم هذا حققته الانتصار؟ والله كان المباراة كانت صعيبة برشا وعرفنا كيفاش نحكموا في الماتش وان شاء الله ديما هكا كنا نخسر ان شاء الله. بارتي باهي عديناها لعبنا معناها كورتنا كيف مستانسين مش أول مرة يعني احنا الماتش الكل عاديينهم هكا والحمد لله كنا رابحين باستحقاق وبونتو معناها جاي خاطر خدمة كل من الأولياء دازت مع بعضها والحمد لله أنا ماركي توفقنا. اليوم يظهر لي فما موتيفاسيون كبيرة معناها ليكم أنتوما، موتيفاسيون كبيرة صارت خاصة وأنه معناها حتى المسؤولين ورئيس الجمعية زاركم به. اي بالطبيعة بريزيدون معناها جاو فما ديريكتور تكنيك كل جاو معناها تبعوا فينا الحمد لله احنا معناها حبينا معناها تعب عام كامل تو جنيه بشامبيونا هذه وان شاء الله ديما هكا. رغم اللي انت كادي بي راك تلعب في كادي اه والحمد لله نتيجة اليوم كادي بي يمكن هزمنا ولكن كادي اه احنا انتصرنا وحققنا البطولة. والله الحمد لله هذه اول حاجه نحب نقولها نورمال اصحابي كادي بي ما ربحوش ولعبوا مالغري هما لعبوا نحب نهديه لهم الماتش هذا والانتصار هذا وراي كريب جماعيه كبيره وعندها كجير ان شاء الله. الانتصار كيما نقولوا دوزونا هاك ربحنا الديربي وهزينا الشامبيونا دونك حاجه باهيه برشا وموتيفاسيون للوليدات هذوما عندنا فيهم على الاقل خمسه ينجموا حتى الرئيس وعدنا باش يهزهم يشوفهم مع السينيور ان شاء الله من هنا العام الجاي نلقاو برشا شبان صغار نلقاهم ان شاء الله في السينيور هذيك البيوت نتاعنا احنا هوني دي فورماتور باش نكونوا جوارات نلقاهم ان شاء الله من بعد في السينيور نتاعنا وهذيك اعز حاجه. اليوم رينا لي مباراة صعيبة برشا وفما برشا إصابات رغم هذا قلايب كبير وجوارات عاتية ما عندها لو ماكسيموم حتى لآخر دقيقة في المباراة. بالطبيعة فما شالانج في اللعبة دونك سي نورمال فما أجريسيفيتي فما أونجاجمون دونك كل واحد باش يحط اللي عنده القلايب سيرتو مادام الرجال فما ولاد رجال فما قلايب ديما لاباس قدرة ربي فما ربح.